بسم الله. دلوقتي في بعض الادوات اللي بتسهل عليا الشغل او تسهل عليا ان انا احدد العناصر اللي انا عايزها، زي مثلا ان انا اقدر اختار شكل السهم دوت، او من هنا شكل السهم دوت اقدر احدد اللي انا عايزه. ممكن من كنترول احدد اكتر من شكل، ممكن اقول له انا مش عايز احدد بالطريقه دي، انا عايز احدد سيلكت بوكس، فتعمل البوكس اي حاجه جوه البوكس دوت هتيجي معاك. اقدر اعمل سيلكت عليه عنصر وادوس رايت كليك واقول له انا عايز كل العناصر اللي مثلا في الفايل دوت، او كل العناصر اللي موجوده في اللاير دي بس. ابدا اشوف ايه الحاجات الموجوده في اللاير، او عايز العنصر الاولاني او لاست اوبجكت. ممكن اقول له انا عايز سيلكت اول او سيلكت نان، او اعكس السيلكت بحيث ان هو يجيب لي كل العناصر ما عدا العناصر اللي انا كنت عامل عليها سيلكت، او اقول له سيلكت سيم نيم نشوف ايه الحاجات يعني مثلا ممكن يكون معلم على دوت. اقول له طب لو في عنصر تاني مثلا زيه، سيلكت سيم ترانسفورم سيلكت سيم ماتيريال، يشوف لو في اي عنصر واخده نفس الماتيريال اللي يبدا يختار منها. دي ادوات بتسهل عليا الشغل. هو دوت بقى بيدور على الماتيريال ويشوف الملفات وبيسال عم حسين فين الماتيريال الفلانيه وهكذا. تمام، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتبدا تشوف ايه الحاجه اللي مشتركه معاها، مثلا في الاليمنت اي دي، الاليمنت الفيس كرييتد، الريفت تايب، الاليمنت بروبرتيز. كل الحاجات دي ممكن تسهل عليك الشغل. ممكن تقول له انا عايز سيف سيلكشن، يعني انت مثلا عملت سيلكت على بعض العناصر مثلا الحاجات ديت، هتقول له سيف سيلكشن، فهو بيعمل لها ست. ست يعني ايه؟ يعني في اي وقت هعمل العناصر دي اجي هنا واحد، تمام، يقدر يحددهم لي. يعني لو جيت هنا حددهم لي، ممكن اجي اعمل مثلا ده وده مثلا في سيف سيلكشن ست تانية، هقول له مثلا راجل، تمام. ففي اي وقت تقدر تعمل ترجع لدي او ترجع لدي. ممكن دلوقتي بقى وانت شغال مثلا تعمل كلاش سيكشن، تعمل تايم لاينر، تعمل كونتيفيكيشن، كل دول تقدر تختار عناصر منها بسهوله، يروح محدد لك مجموعه العناصر اللي انت عايزها. الست دي ممكن تجيبها برضو من هنا، من هنا، من هنا، بتلاقيهم موجودين هنا، فتقدر تختار اي مجموعه فيهم بالشكل دوت، او تقول له مانجر ست يبدا يجيبهم لك. تقدر في اي وقت تعمل سيلكت على بعض العناصر وتقول له اعمل لي جروب ليهم يروح حافظهم لك. مثلا عملت سيلكت هنا وده، تقول له انا عايزهم مع بعض، فيروح عامل لك سيلكشن اخرى بحيث تسهل عليك الشغل. دي بعض الادوات اللي بتسهل عليا ان انا اعمل سيلكت على بعض العناصر. ممكن تيجي في اي وقت تروح مثلا معلم على دول وتدوس ده السيناريو كليك مثلا، وتقول له انا عايز اخفيهم كلهم، او عايز اعمل لهم اوفر رايت مثلا كولر، عايز اغير اللون بتاعهم اديهم مثلا لون مميز، تمام. اخرج بره السلكشن هتلاقي خد اللون دوت. ممكن تقول له انا عايز اديهم لون اخر، الشفافيه مثلا، تقول له انا عايز اخلي فيه شويه شفافيه، تمام. في نوع من الشفافيه تنقل لهم اهوت، ممكن مثلا تختار دوت يبقى معانا اكتر شويه في الشفافيه. يعني بيبدأ يديها بعض الشفافية للعنصر نفسه. ممكن تقول له هايت مثلا، تخفي العنصر وتشوف الحاجات اللي تحتيه بالشكل دوت.